سؤالي هو على مباريات قديمة شوية كابتن هشام، أفضل اللاعبين اللي بتشوفهم من وجهة نظرك كانوا بيأدوا في مباريات الأهلي والزمالك، بعيد طبعا عن مشاركة حياتك كرقم قياسي في الأهلي، لا 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 أنا لكن دايما أنا بيبقى في لعيب كده أنت بتشوفه دايما كان هو اللعيب اللي يعني مخلصاتي في الماتش ده، في الزمالك سواء بقى مدافع أو مهاجم. في الأهلي وفي لا أنا عايزك الزمالك مثلا كابتن بتشوفه. في الزمالك طبعا كان في مثلا أيمن يونس، كابتن ايمن يونس كان بيلعب ماتشات الاهلي والزمالك ما عندوش حته الخوف، كان بيوصل وبيعرف يعني كان لعيب محوري غريب يعني تسيبه في الملعب ما تعرفوش هو بيلعب فيرود ولا بيلعب اوف ديفندر، كان بيتعب الفريق الاهلي. يعني هتلاقي حتى المدربين لما كانوا بيجي يتكلموا معاه ما كانش بيحطوا له مركز معين، يعني ما تلاقوهوش بتاع ده يعني محطوط يتحط يتقال ايمن يونس لكن ايه المركز اللي يلعب فيه؟ فهو كان بيلعب في الحته دي وكان بيشتغل في الحته دي كويس جدا. فايمن كان عنده الحته دي، لكن لا لعيبه كتيره، كان في لعيبه كتيره جدا طبعا. لو تاني يا كابتن من وجهه نظرك يعني من اللي لعبوا في الزمالك معايا جمال عبد الحميد، كابتن جمال طبعا. يعني جمال عبد الحميد يجيب جون في اي وقت باي طريقه، هيدرز شوطه ركنه ضرب الجزاء، يعني عنده الـ الامكانيات انه بيبدع، وخصوصا انه لما كان بيلعب مباريات الاهلي والزمالك بتلاقيه بيلعب بقلب بطريقه غريبه. لكن طبعا برضو هنرجع في الاول وفي الاخر في لعيبه كتير، في حازم امام طبعا. حازم امام لما طلع وبتاع ده طبعا حازم كان وجوده في الملعب بيخوف الخصم طبعا، لعيب محوري بيعرف يمسك الكوره وبيعرف يسيطر عليها طبعا. لكن لا في طبعا يعني مش يعني بس في ناس بتبقى كده، هي بتبقى علامات كده. كابتن عمرو برضو نفس الوضع بالنسبه للاهلي لو تتذكر. بص يا كابتن رؤى، في حته طبعا هو في جيل معاصر كان في مجموعه منه كبيره جدا، انا هقول لك في الحته التهديفيه ارقام كتيره كابتن رمضان وكابتن ايمن شوقي اكتر وقت جه فيه اهداف. لعيب صغير لفت الانظار من مباراه اهلي وزمالك سيد عبد الحفيظ، تمام، اول ما لعب لعيب كان بيتحط عليه كل الفكر في الملعب كابتن اسامه عرابي، لاعب لو فايق بيعلي كفه النادي الاهلي كلها هادي خشب. شوف الحته التهديفيه حسام حسن، كابتن حسام، كابتن رمضان، كابتن ايمن شوقي. حته الهدوء وثبات غير طبيعي في ادائه كابتن اسامه. حته اللي يخلي بقى كل اللعيبه اللي بتلعب مش عوطه كان عادي جدا، ما تحسش خالص ان في مشكله في الملعب. اقول لك على حاجه، في مباراه ماتش الزمالك واحنا قاعدين في الملعب حصل كابتن اسامه تامل لما كان بيبقى في كيمياء ما بينه وكابتن رمضان بالنظر او بحركه الراس كده، تامر عبد الحميد كان بيلعب على كابتن اسامه، كابتن اسامه دي اتكسرت وبيضرب ضربه بره الكوره خالص ولا الهوا، كابتن اسامه مش هخرج. عنده حاله في ماتشات اهلي وزمالك بيأديها بثبات غير طبيعي. وهقول لك على واحد على كفه النادي الاهلي في مباريات كتير قوي لانتقاله من الدفاع للهجوم، ياسر ريان. انا بكلمك على مفاتيح كانت بتخلص حته معينه، كل دول بيصبوا في الحته التهديفيه للثلاثي رمضان وايمن شوقي وفيليكس وحسام حسن. صحيح طبعا في جيل معاصر طبعا او جيل كان حديث وهو جيل امد متعب ابو تريكه بالنسبه للنادي الاهلي يعني، والمجموعه دي كانوا طبعا في الماتشات دي طبعا كل الاجيال فيها نجوم، فيها نجوم طبعا يعني كل جيل السبعينات والثمانينات والتسعينات والالفينات كلهم. احنا اتكلمنا في الوقت اللي احنا كنا فيه، انا بتكلم يعني بقى في التكمله طبعا كان جيل مهم جدا طبعا في الفرق دي هتلاقي اسامي تقيله. طيب مين بكره كابتن من اللي انتوا شايفينه ممكن يبقى امتداد للنقطه دي اللي احنا بنتكلم فيها سواء في الزمالك او في الاهلي كابتن؟ يعني ممكن تشوف مين ما عندوش الخوف ودايما ثابت ومستواه ثابت دايما باستمرار؟ يعني بص انا بالنسبه لي في الزمالك شيكابالا اللي هو ثابت مستواه، بينزل بيأدي مع مباراه الاهلي فبينزل بيبقى عنده ثبات في الماتش وبيثبت وجوده دايما بان هو بيضيع فرصه او بيجيب فرصه، وهو اكتر من مره بيوصل لجون النادي الاهلي بطريقه واضحه يعني، والاخطاء بتاعت النادي الاهلي عندهم. جمهور الزمالك يقول لك مش عايزين شيكابالا يجيب جول يا كابتن. جمهور الزمالك يقول لك لا شيكابالا هيجيب جول عشان لما بيجيب جول الزمالك بيتغلب. لا 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 بلاش يعني ده بنهايه افريقيا والماتش اللي فات. لا 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 هو بص يعني شيكابالا
عنده ثبات في الماتشات دي. طبعا هو هايل الفترة اللي فاتت هايل شوية. لكن في ماتشات الأهلي والزمالك لازم تلاقي نجم لازم يظهر، بس كل اللي موجودين كلهم نجوم. يعني هتيجي تكلم طارق ولا ساسي ولا علاء ولا الونش ولا يوسف، انت فاهم يعني كلهم نجوم. وهتلاقي نفس العملية النادي الأهلي، يمكن هو اللي فيهم اللعيب الصغير محمد شريف. لكن بالنسبة للزمالك انا شايف يعني اكتر واحد ممكن تبص تلاقيه ممكن يعمل حاجة لو نزل، واكيد هيعمل، لان ده بيدي عارف حتة خوف. يعني سيبك بقى ملهاش دعوه، سيبك اقلع التيشيرت وسيب الدنيا، هتلاقي ايه وجود لاعب معين بيبقى خطر على الجون، ممكن يسبب مشكله، بيعمل حاله من بتاع دي. اللي هو مين بقى كابتن؟ اللي على حسب الباك اللي هيمسكه. اللي هو مين انت قصدك؟ لا ما انا ما اعرفش، ما انت النهارده مثلا محمود وحيد. انت قصدك على شيكا؟ شيك. ما انا عايز بقى اسال كابتن عمرو في النقطه دي. واضح ان شيكابالا متمكن جدا في لما بيكون في الجزء الهجومي ناحيه اليمين وبيحرز نفس الهدف في كل مره. وانا من وجهه نظري ان الحركه او اللعبه دي بيعملها شيكابالا بتبقى صعبه جدا انك تقدر تسيطر عليها. كابتن عمرو، هل ممكن وانت كنت مدافع جيد، كنت طبعا كابتن هشام طبعا نجمنا الكبير في الجزء الدفاع، تقدر او يقدر موسيماني بكره في ناحيه شيكابالا انه يوقف اللعبه دي او يوقف الطريقه بتاعت شيكابالا في الهجوم؟ انت عندك مشكله كابتن فاروق، اما شيكابالا بيشتغل من على الاطراف ويخش جوه، شغله كله بالحركه عشان يعمل كروس باس للفيرويد. الجزء اللي بيتحكم فيه من اقصى اليمين للدخول عشان التسديد هو كله بالحركه، وكل لعيبه النادي الاهلي بالثبات، المراقبه بالثبات. مفيش لعيب في العالم يا كابتن فاروق ما بيعرفش يتمسك. كان مستر هاريس اول التسعينات كان بيقول حاجه غريبه قوي، وكلنا استغربنا وكنا بنشتكي للكابتن طارق رحمه الله عليه، الكابتن طارق سليم، الراجل بيقول لنا افتحوا جوه ورحلوا ما بين المدافعين من الباك ليفت او من الباك رايت، يرحل يخش يبتدي يميل السرد باك الاول والسرد باك الثاني، ويحصل التغطيه العكسيه من الباك ليفت. كنا بنسمعها كده، اي اشول مهما كانت مهارته، مع اختلاف ميسي خرجوا بره الموضوع خالص. اي اشول قفلت له الجزء اللي فيه حركته الشمال، اليمين عاجزه مهما كان هو مين. تمام، مهما كان هو مين. اشتغل على الحته دي وجرب، شوف اي اشول قفلت له ناحيه الشمال خالص واشتغل من ناحيه اليمين بس، هيبقى اكثر ضعف من امكانيات ان انا اسدد بالكور اللي احنا شفناها. تمام كابتن هشام، يمكن ده سؤال الاخير لحضرتك. توقع